بطلة حلقتنا النهاردة هي الفنانة نجمة إبراهيم، بيقولوا نفسة أم كلثوم في الغنى، وكمان حفظت القرآن الكريم كامل، وساهمت في تسليح الجيش المصري الوجه الآخر لشريرة السينما المصرية. هنعرف حاجات كتير جدا عن نجمة إبراهيم. هي بتقول محدش بياكلها بالساهل، والجملة دي اللي اتعرفت بيها. وهنعرف كمان ايه وصيتها ونجمة ابراهيم ملكة الرعب وشريرة السينما المصرية اللي كانت بتخاف تشوف نفسها على الشاشة وكانت بتترعب. والفنانة نجمة ابراهيم كانت شخصيتها الحقيقية على طبيعتها كانت طيبة جدا، لكن عكس شخصيتها اللي كانت بتتقمصها على الشاشة. بتنتمي الفنانة نجمة إبراهيم لجيل الفنانات المصريات اللي احترفوا التمثيل وكمان ظهروا على الشاشة. هم كانوا عدد قليل جدا، وكانوا النجمات دي كانوا في الإذاعة والتلفزيون وكمان السينما، وكانت بطولات النسائية في الوقت ده كانت محصورة على عدد صغير جدا من الفنانات زي سرية فخري وماري منيب وبديعة مصابني وفاطمة اليوسف. واشتهرت الفنانة نجمة إبراهيم ببراعتها في أداء أدوار الشر، وخاصة في دورها ريا اللي جسدت فيه شخصية سفاحة في اسكندرية. وكمان اشتهرت في الفيلم ده بمقولة قطيعة محدش بياكلها بالساهل، والدور ده اللي لعبته في فيلم ريا وسكينة سنة 1953، وإسماعيل ياسين بيقابل ريا وسكينة كمان سنة 1955، وقدمت كمان مسرحية اسمها سفاحة ريا. وفضلت الفنانة نجمة إبراهيم حبيسة الأدوار، أدوار الشر في السينما، ومثلت عدد كبير جدا من الأفلام زي فيلم اليتيمتين وأربع بنات وظابط، وكمان فيلم ملاك الرحمة. وقدمت كمان العديد من الأعمال، لكن على المستوى الشخصي كانت أبعد بكتير من الأسوأ والشر اللي كانت بتقدمه وبتجسده على الشاشة. وقالت في حوار ليها إنها لا تحب هذه الشخصية، حتى إنها كانت تخاف من نفسها عندما تراها بهذا الشر. أما الجانب الشخصي للفنانة نجمة إبراهيم، فالفنانة نجمة إبراهيم اسمها الحقيقي بوليني أوديون. هي من مواليد أسرة يهودية مصرية، تاريخ ميلادها 25 فبراير عام 1914، ودرست وكمان اتعلمت من صغرها حبها للفن، وكانت في تاريخ السينما المصرية ليها شأن بدور ريا، لأنها عملت سلسلة أعمال باسم ريا في السينما المصرية. أما عن بدايتها الفنية، فكانت نجمة إبراهيم ملكة على المسرح، مسرح الريحاني، وكانت بدايتها كمغنية، وكمان كانت بتلقي المونولوج، وكان عندها رغبة قوية جدا في انها تنافس منيرة المهدية وكمان ام كلثوم على الغنى. ولبراعتها في الغنى قال عنها الكاتب الراحل محمد شكري انها كانت متفوقة جدا، وكانت بتلقي المونولوج الاجتماعي، وكانت بتلاقي على المسرح تسقيف كتير جدا من الجمهور. ولو ما كانتش اتجهت للتمثيل لكن كانت أم كلثوم التانية. والفنانة نجمة إبراهيم زي غيرها من الفنانات اليهود اللي كانوا مقيمين في مصر وحفروا في الصخر علشان يكسبوا قاعدة جماهيرية والشهرة والنجاح، وكمان الشعب المصري ما كانش بيهمه دي ديانتها ايه، لكن فنها وكمان انها كانت مبدعة، فالمصريين كانت بتمثل لهم انها فنانة وكمان مبدعة امامهم. وشاركتهم كمان الفنانة نجمة إبراهيم، شاركت جمهورها بافراحهم وكمان احزانهم. وشاركت نجمة إبراهيم بالغنى على مسرحية شهرزاد والعشرة الطيبة والسيد درويش، لا ومش بس كده، دي كمان مثلت لأول مرة بمسرحية ابن السفاح،
وانضمت لفرقة فاطمة رشدي وكمان بديعة مصابني، وكملت عملها بمجلة الطائف المصور. وبلغ رصيد النجمة إبراهيم ما يقرب من حوالي 40 فيلم خلال مسيرتها الفنية، وطبعا كانت مبدعة في كل أعمالها، لكن حصروها في أدوار الشر. أما عن إنها أشهرت إسلامها، ففي 4 يوليو عام 1932 قررت الفنانة نجمة إبراهيم إشهار إسلامها، ونشرت مجلة الطائف المصور خبر اعتناقها الإسلام ووثيقة إشهارها للإسلام، ولقبت الفنانة نجمة إبراهيم بالمتصوفة بعد اعتناقها للإسلام، وإنها كانت بتقيم ندوة صوفية أسبوعية للتحدث في أمور الدين وأحكامه، وإن البعض أطلق عليها لقب المتصوفة، كما إنها حفظت أجزاء كاملة من القرآن الكريم. ووقفت جنب الجيش المصري، وتبرعت الفنجمة إبراهيم بإيراد حفل افتتاح فرقتها المسرحية لتسليح الجيش المصري في الخمسينيات، بعد إعلان جمال عبد الناصر قرار بكسر احتكار السلاح واستيراده من الدول الكتلة الشرقية، وده كان بعد رفض الغرب تسليح مصر. وحضر الرئيس الراحل محمد أنور السادات عرض الافتتاح باعتباره عضو مجلس قيادة الثورة، وبعد انتهاء المسرحية صعد للمسرح ورفع يد نجمة إبراهيم عاليا تحية ليها على موقفها، كما انها رفضت مغادرة مصر وتسافر الى اسرائيل، واوصت ان تدفن في مصر. أما دلوقتي هنتكلم عن مرض نجمة إبراهيم، فقد فقدت بصرها في اللحظات الأخيرة في حياتها، وكمان الفنانة نجمة إبراهيم كانت على المسرح وفقدت بصرها أثناء تأديتها بطولة مسرحية، وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار بعلاجها على نفقة الدولة يوم 22 مارس عام 1965 بأسبانيا. وعادت نجمة إبراهيم ورأت تاني وطلعت على خشبة المسرح من جديد، وكانت عادت لجمهورها ومحبيها بعد استرداد بصرها، واستكملت مسيرتها الفنية. أما عن رحيل الفنانة نجمة إبراهيم، فلم يضعف بصرها هو مرضها الأول، فبعد شفائها عانت نجمة إبراهيم من شلل واعتزلت الفن نهائيا، واختفت عن الأضواء لمدة 13 سنة حتى توفيت في 4 يونيو عام 1976 بعد رصيد فني وصل لأكثر من 60 فيلم، وأوصت أن تدفن في مصر. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت بطلتها الفنانة نجمة إبراهيم، ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة، وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير.